شاورما يا حبيبي، بس ايش في قلبك؟ ليمون وبرتقال، كركم وزنجبيل وكمون، ملح وفلفل اسود وفلفل احمر، اخر حاجه زبادي. نخلطهم سوا، خليها ترتاح يوم. نصفيها من الخلطه باستخدام المصفاة. شوف صفيناها. هنعطي الدجاج شويه زيت. حط الدجاج من غير تشويح، بس ابغاه ياخذ لون من تحت. حشيل الصاج وادخل الفرن النار من فوق. بس شوف كيف هذا الشكل اللي احنا نبغاه. عشان طعم الدخان فحم وزيت ونغطي. اوكي، راح ننزل الدجاج، نفرم الدجاج. ثومية، دجاج، كبيس وبطاطس. لف، نعطيها تحميص. بسم الله. واو،